شنو المحتوى اللي كدير انت في القناه ديالك؟ المحتوى ديالي هو انا عندي محل ديال الشوكولا ديال الكيافر ديال الاعراس وداكشي، ولكن اون ميم طون تتبع شويه شنو كيوقع في البلاد وشنو كيوقع في انا متتبعه ديال امنا نعيمه مستهلك، انا متتبعه وفيه ديال امنا نعيمه، طرات فينا ملي وقع هذا الشيء، ولكن الحمد لله ما قدرش ما شاء الله هادشي اللي قدر الله سبحانه. اذا شنو الرساله اللي تبغي توجهها للمؤمنه نعيمه ان شاء الله؟ كنوجه للمؤمنه نعيمه انها من انها صاحبه تبدا تنزل كلامها وتبدا الفيديو تدوزو وتعاودو وتعرف شنو كتقول وتعرف شنو كتوجه للناس، لان هذا راي عام ماشي راي ديالها بوحدها، هذا الناس يقولوا فاكره تبارك الله راه كيتبعوها 700 ولا 800000 واحد راه ماشي سهله، خاصها رساله والمحتوى ديالها يكون واخا. اختي نرجس انت بحكم ان عائلتها هما اللي كلفوك انك توصليها، الزوج ديالها ما يقدرش يجي ما ساعدوهش باش يطلع للدار البيضاء وداكشي، وقلت لهم انا اللي غنتكلف بها وغنهبطها حتى لفاس. حاولتي تعرفي مثلا من راجلها ومن عائلتها اشنا هو السبب ديال هذا الفيديو؟ شكون؟ واش ما كانش حدا شي واحد اللي يقول لها اش كتقولي؟ واش بحكم ان هي عندها ماناجر عندها اللي كيقول لها؟ الناس كلها كانوا هي عباره عن ضحك، كانت هذه زلت لسان وصافي. شنو وقع بالضبط؟ عاودي لنا الواقعه ديال ديك الفيديو، شنو قال لك الزوج ديالها وشنو قالوا لك عائلتها؟ انا زعما ما اتصلتش بالزوج ديالها وعائلتها باش يقولوا لي شنو كان ولا شنو هذا، ولكن مع كيف ما شفنا كلكم شفتوا في السوشيال ميديا بان كانت تقول بان كورونا ما كايناش وهذه ما كانتش زعما قاصده هي بان هذا الشيء غادي يبقى ولا هذا الشيء. الواحد الا كان غادي يشوف الله يستر يدخل للسجن على زلة الانسان ما يقدرش يقول هادشي طبيعة الحال، ولكن هادشي اللي قدر عليها هادشي اللي كتاب عليها الحمد لله. الحمد لله شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى من امام السجن المحلي عين سبع بمدينه الدار البيضاء. احنا الان كنتواجدوا في انتظار خروج اليوتيوبرز المعروفه باسم ام نعيمه، هذه احدى اليوتيوبرزات اللي بتكليف من العائله جات باش توصلها حتى للمدينه ديالها. اكيد العائله ديالها ما قدروش يجيو بحكم الظروف ديال الطوارئ الصحيه، جات هاد السيده باش توصلها في انتظار الخروج ديالها، واللي كلكم عارفين السبب اللي دخلت عليه اليوتيوبرز المعروفه ام نعيمه للسجن، هو كان فيديو دارته بسبب فيروس كورونا. اكيد وجهت رساله لام نعيمه وحتى المشاهدين المتتبعين ديالنا انهم كتبوا خاص الواحد يوزن كلامه قبل ما يقولوا، اكيد في انتظار خروج المؤثره أو اليوتيوبرز الشهيرة أم نعيمة من أمام السجن المحلي عين سبع. إذا شنو الشعور ديالك وأنت كتسناي فيها اليوم تخرج؟ أنا اليوم ما خداني حتى لحظة، يعني كنتظر بفارغ الصبر فوقاش نشوف أم نعيمة معنا هنا إن شاء الله، الله يخرجها على خير، وكنتمنى أنها تكون بصحة جيدة وبأن السجن ما يكونش أثر على نفسيتها وعلى الوضع ديالها. اذا انت فرحانه كتسنى غير امتى تصلي؟ الله يكمل فرحتنا بخير ان شاء الله. امين امين يا رب. اذا مشاهدي قناه شوف تي في مره اخرى من امام السجن المحلي عين سبع في انتظار خروج اليوتيوبرز المعروفة بأمي نعيمة. هذه هي الأجواء من أمام السجن المحلي، بعض الأصدقاء جاءوا في انتظار الخروج ديالها من أجل نقلها للمدينة اللي كتسكن فيها بحكم أن ظروف الطوارئ الصحية منعتهم من الانتقال. Thank you.
اكيد الانسان خصو يوزن كلامه قبل ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لا مكتوب ولا ايضا الفيديوهات اللي كتنشر. كيف ما تيقول واحد المثال، 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. نتمنى ايوا على سلامتها وتولي تعرف شنو تتقول، ماشي تبقى تهضر غير جيبها فم وقول راها ماشي بقى صغيره. اكيد اكيد اخي هذا الشيء هو اللي قالت لي تحت الصديقه ديالها اللي في الانتظار ديالها. اكيد هي عرفات حجم الغلط اللي دارت بكل تاكيد. اش يصور علاش الصحافه احنا خدامين كيفاش كون انا مواطن ما تصورنيش اخويا خدامين كيفاش خدام كيفاش خدام كيفاش خدام واش تعمل انت اش كتقول اش كتقول اصاحبي واش واخد شي رخصه من الدوله صورني انا تصور في الشيء Thank you.